مرحبا بكم مشاهدينا في موجز الأهم الأنباء. وزير الدفاع بني غانتس التقى في الأردن اليوم الملك عبد الله الثاني، وأكد غانتس خلال اللقاء الأهمية الاستراتيجية للعلاقات بين البلدين، وشكر الملك على مساهمته من أجل الحفاظ على الاستقرار في المنطقة وتعزيز السلام والتطبيع. وأفاد الديوان الملكي بأن العاهل الأردني شدد على ضرورة الحفاظ على التهدئة الشاملة في المناطق الفلسطينية من أجل إيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.